فرح أولى محطاتنا لليوم رح نسلط فيها ضوء عن فعالية حضارية بتعكس أصرار السوريين على الإبداع والعمل رغم الظروف، ولأنها نتيجة حتمية للانتصارات المتتالية لأبطال الجيش العربي السوري، يعود معرض دمشق الدولي اليوم بحلة جديدة وبمسؤولية كبيرة ليعيد تألقه وتجدده كما عهدناه في السنوات الماضية. وزارة الثقافة وتحديدا خلال سنوات الحرب على سوريا أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية في سعي منها لتأكيد دور الثقافة في التصدي للعدوان. اليوم تستعد وزارة الثقافة للمشاركة في الدورة 59 من معرض دمشق الدولي عبر جناح مخصص لها يضم مختلف أوجه النشاط الثقافي السوري. أكيد لحتى نحكي أكثر عن المشاركة بصيرنا نرحب بجوني ضاحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الثقافة. صباح الخير جوني، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير جوني. صباح الخير سلمى. صباح الخير. بداية جوني خلينا نحكي قبل ما نفوت بتفاصيل مشاركة وزارة الثقافة، نحكي عن هذا عودة معرض دمشق الدولي وشو بيعني لكثير من السوريين أو حتى للكل بشكل عام. أول شيء هي عودة معرض دمشق الدولي بعد توقف لمدة 5 أعوام، طبعا هو إصرار على الحياة، عودة الحياة لسوريا بعد 5 سنين عانيناها من الإرهاب بفضل أبطال الجيش العربي السوري وتضحياتهم الكبيرة. فنحن اليوم رجعنا، نرجع الشعب السوري، الشعب اللي بحب الحياة، الشعب اللي بينشر الثقافة دائما على مر السنين ولليوم وللأبد إن شاء الله. بالنسبة لمشاركة وزارة الثقافة جوني خلينا نحكي عن التحضيرات كيف تمت، الجناح المخصص إلى قديم مساحته، يعني تعطينا التفاصيل أكثر. نحن انطلقنا بوزارة الثقافة بالتحضيرات من فترة، ونحن اليوم عم نجهز حالنا لأنه قرب الوقت كتير، بتحضيرات كتير يعني سريعة ويعني وقوية. في نحن هنبدأ بمجموعة معارض، حيكون في عنا أولا معرض للفن التشكيلي، حيكون هو مجموعة من اللوحات والمقتنيات اللي موجودة بمديرية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى لوحات لفنانين كبار وفنانين شباب. في عنا معرض توثيقي للأفلام اللي أصدرتها المؤسسة العامة للسينما منذ تأسيسها. في عنا معرض الفنون الشعبية، بالإضافة نحن في عنا معرض هيكون هو معرض اللي هي القطع أثرية نادرة استعادتها المديرية العامة للآثار والمتاحف، وكمان بالإضافة لقطع أثرية تم ترميمها بعد ما تعرضت للإرهاب، وصور هيكون في صور لأوابدنا الأثرية والثقافية أيضا تعرضت للتدمير على المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا كله بالإضافة نحن في عنا هيكون في معرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب، هيضم مجموعة من الكتب المصدرة حديثا والقديمة. المساحة المخصصة أنها هي حدود 275 متر مربع، وحنشارك فيها إن شاء الله وحيكون شيء جيد ومميز. طيب جوني خلينا نحكي يمكن عن الافتتاح، الكل مترقب، العيون عم تترقب هذا اليوم، هل حيكون في مثلا حفل فني، هل حتشارك فيه فرق موسيقية معينة، فرق مثلا من المسرح اللي تابع أيضا لوزارة الثقافة؟ طبعا. هلا بالنسبة للافتتاح والأمور الفنية هي طبعا من اختصاص المؤسسة العامة للمعارض، نحن بوزارة الثقافة حنقدم الدعم الكامل للمؤسسة طبعا بالتعاون بين الوزارتين. الوزارة حتشارك بمجموعة فقرات فنية من الفرقة السيمفونية السورية، وبعنا كمان الموسيقى العربية، كسرة الموسيقى العربية، بالإضافة لمجموعة عروض مسرحية للأطفال حتخدمها مديرية المسارح والموسيقى. يعني جوني معرض دمشق عم يضم أقسام كثيرة من بيناتهم الجناح المخصص لوزارة الثقافة، ومن ضمنه أيضا التنوع الكبير لوزارة الثقافة مثل ما تفضلت وحكيت، يعني بين الكتاب وبين الفن التشكيلي وبين الموسيقى، يعني أقسام كثيرة ومتنوعة. فاليوم قد ايه بتحس أنه فعلا هذا التنوع اليوم كثير مطلوب، هو كنوع من التحدي، هو كنوع من إثبات أنه الحياة بعدها موجودة بكل مناحية، فده اليوم مسؤولية كبيرة حتى عليكم. تمام. هلا هي اليوم احنا حربنا هي حرب، حاليا حرب ثقافي، حرب وجود، ووزارة الثقافة هون بكمل الدور اللي هو دور كتير اليوم كبير، عم يوازي طبعا، أو ما حنقول بوازي طبعا، أنا كلمة يوازي تضحيات الجيش العربي السوري ما في شيء بوازية يعني، بس هي حتكون على 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 خط متساوي معها، بحيث كل شيء عم يسووه الشباب وتضحياتهم باجتهادهم لقدموا الأمان. وزارة الثقافة هون دور تنشر هذا الشيء، العنصر الثقافي، العنصر الفرح والعلم، يعني اللي بيعطي هوية الشعب السوري، هوية الشعب اللي أطلق الأول أبجدية للعالم، أسبق أول سيمفونية للعالم. تمام.
طيب جوني، عادة معرض دمشق الدولي كلياتنا بنعرف قديش هو له أهمية كبيرة عند الناس كلياتها، هل رح يكون في إصدارات شيء معينة خاصة مثلا من الكتب أو من شيء معين بخص معرض دمشق الدولي، شيء مثلا ممكن يتناول تاريخ هذا المعرض بصور فوتوغراف أو شيء من هذا اي القبيل؟ تمام. هلا نحن في عندنا كمان ضمن المعرض في عندنا معرض تصوير هو لمشاركاتنا بالمعارض السابقه، بالاضافه للشيء اللي قدمناه تاريخي تاريخي وتوثيقي قديم، يعني بحيث انه نحن نقدم للمعرض كل شيء شاركته وزاره الثقافه وقدمته، وان شاء الله عن قريب هذا الشيء بيعود للهيئه العامه السوريه للكتاب، ان شاء الله بيسووا اصدار عن هذا المعرض وتوثيق له ان شاء الله. كمان جوني نحن عم نحكي عن 5 سنين انقطاع عن المعرض، يعني هي فترة ما قليلة أبدا، اليوم العودة أكيد لازم تكون أقوى من قبل، لازم تكون منوعة أكثر، فاليوم قد في يمكن تشبيك مو بس مع وزارة الثقافة، من كافة الوزارات، تعاون وحتى وضع خطة مدروسة لحتى يكون فعلا المعرض مثل على قدر يمكن المسؤولية وبمستوى التعب والشغل يلي اشتغلتوه. طبعا الوزارات كلها بالإضافة للقطاع الخاص كله سنة حيشارك بهالمعرض، حيشارك بإعادة الروح له، وفي حماس يعني منقطع النظير مثل ما حضرتكم عم تشوفوا كانوا على مواقع التواصل أو على النت أو حتى بالعموم يعني، فإن شاء الله حيقدم شيء كثير حلو هيكون السنة، في عندنا مشاركات دولية حتقدمها، في عندنا يعني حيكون شيء هو مميز إن شاء الله السنة كثير كثير ان شاء الله. نحن كلياتنا بانتظار هذا الشيء. اضافه الى معرض دمشق الدولي فعاليات كثير عم تشهدها الساحه تمام. الثقافيه بسوريا، خلينا نحكي عن اهم الفعاليات القريبه ايضا اللي تمام. يمكن في شيء منها اليوم في شيء منها بالايام القادمه. اول شيء اليوم نحن الساعه 12 ظهرا حنطلق ايام التراث السوري الرابع، طبعا عن طريق قناتكم مدعي الجميع يحضروها بخان اسعد باشا، حيمتد لمده اسبوع في خان اسعد باشا حيكون، وبالمركز الثقافي ابو رمانه بخان اسعد باشا في حيكون في عندنا مجموعة معارض تراثية بالإضافة لحرف يدوية وعروض فنية تراثية فلكلورية وندوات في مكتب في مركز الثقافي الرمانة. بكرة في عنا ندوة أو عفوا ورشة عمل للفن التشكيلي حيضم أطفال سويين وأطفال ذوي إعاقة ذوي احتياجات خاصة، حيكونوا حنعلمهم الرسم ونسقل بعض المواهب فيهم. طبعا إضافة للحدث الأهم هو يوم الأربعاء في عنا توزيع جائزة الدولة التقديرية اللي أخذوا الأساتذة الكبار الأب الياس زحلاوي والفنانة الكبيرة ميادة حناوي بالإضافة للأستاذ الكبير حسن ميم يوسف يوم الأربعاء الساعة 6 مساء بدار الأوبرا بمسرح الدراما. يعني هي الفعاليات المتنوعة وهي الفعاليات الكثيرة ما توقفت جوني خلال 2017 وخلال 2016 والسنوات الماضية كلياتها، فدي بتحس اليوم في تعطش من قبل يمكن كل السوريين لهي الروح الثقافية اللي كانت موجودة وعايشة بكل واحد مننا وما توقفت رغم كل شيء عم بيصير. نحن كوزارة الثقافة فين قلك نحن ما توقفنا منوع عن العمل الثقافي ولا لأي بأي مجال، حضركم بتعرفوا طبعا انتم دائما مواكبين بتخطيطكم يعني مشكورين. نحن بدار الاسد للثقافه والفنون بشكل يومي كان في عندنا عرض فني او عرض مسرحي، مديريه المسارح والموسيقى كمان مشكوره قدمت عروض مسرحيه كامله، بس مثل ما تفضلتي هو اليوم الشعب والاخوان والجمهور حسوا بالامان اكثر، صاروا يشاركونا اكثر، يعني صرنا نحن اليوم نشوف حضور اكبر حضور اوسع من جميع الاطياف المجتمع والاعمار، فهذا الشيء هو طبعا مثل ما تفضلت وحكيت اول هو طبعا هو بيعود لابطال الجيش العربي السوري للامان اللي صار عنا، بالمقابل نحن عم نقدم هذا العرض الفني فجمهورنا وشعبنا كله عم يشاركنا. طيب جوني كمان شهدنا خلال هاي السنوات الماضيه تشاركيه ناجحه بين وزاره الثقافه ووزاره السياحه او وزاره التربيه والتعليم، فخلينا نقول هل في مثلا مشاريع ثابته تم التوقيع عليها اتفاقيات معينه بين الوزارات ولا هي المشاريع بتكون وليده مثلا تخطيط معين او مناسبه معينه؟ لا احنا مع الوزارات الدوله تقريبا فينا نقول يعني متواصلين مع بعضنا دائما مرتبطين بكثير امور، فهي تم التوقيع عليها اتفاقيات طبعا ضمن معارض للكتاب مثل عم نعملها حاليا بجامعة دمشق، في عندنا معرض دائم، في عندنا دائما اتفاقيات مع اكثر وزارة التربية ووزارة السياحة اللي نحن كثير يعني متشابكين ومترابطين معهم، بالإضافة نحن عندنا اتفاقيات دائما مع قطاعات خاصة ومع كل الجمعيات الخاصة والأهلية موجودة. نعم جوني اليوم كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل شخص شارك بمعرض دمشق الدولي وناطر نتيجة العمل، لكل فني لكل فنان ولكل كل شخص فعلا كان له بصمة بهذا العمل؟ طبعا نتمنى بهذا العام مشاركة من الجميع،
مشاركه كل اطياف الشعر السوري بحيث نقدم شيء حلو لهالمعرض، لانه طبعا المعرض حيكتمل بوجود الجمهور دائما، بتمنى من الجميع المشاركه والاعلام السوري يشيل معنا هالفعاليه هي، وان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا كثير لك جوني ضحي مدير المكتب الاعلامي بوزاره الثقافه، شكرا لوجودك، واكيد الشكر موصول لكل يلي عم يشتغل ايضا باي مجال من المجالات. شكرا لكم. شكرا كثير، شكرنا لك جوني، يعطيك الف عافيه، يعني دائما ايد بايد معنا مع الاخباريه السوريه لانجاح يمكن اي فعاليه واي تغطيه اعلاميه. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا دائما.